نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية بالمركز الثقافي بطنطا لذوي الهمم خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية بالمركز الثقافي بطنطا للأبناء من ذوي الهمم خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. وألقى الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمة وجهها خلالها الشكر للقوات المسلحة وما قامت به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود خلال دفعها للجان التجنيدية بمقر تواجد الأبناء من ذوي الهمم لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية. كما ألقى العميد محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوي الهمم، واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بأبنائنا، مما يسهم في تعميق علاقة الترابط بقواتهم المسلحة. وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية قدمها عدد من الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار أسري ومناخ ساده المحبة والاعتزاز بين القوات المسلحة والأبناء من ذوي الهمم، تم تكريم الأبناء وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم. من جانبهم وجه الأبناء من ذوي الهمم ومرافقيهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لرفع روحهم المعنوية. كنا للأسف بنعاني معاناة شديدة جدا وحامل هم كبير قوي إن أنا أطلع لابني المعاق ده شهادة الجيش. فمش عايز أقول لك مدى السرور ومدى السعادة اللي أنا لما سمعت إن الجيش هو اللي هيطلع لنا الشهادة دي. كنت في منتهى السعادة، منتهى الاحترام في التعامل، ومنتهى الاحترام في تقديم واجب للناس دي. أنا بشكر إدارة التجنيد إن هم كرموا عيالنا وبسطوهم، والحمد لله هم كويسين معنا خالص والله. أنا مبسوطة جدا جدا والله بالسيادة فخامة الرئيس عمله، يشكر عليه وعمله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ما قصرش معنا في أي حاجة. وبالنسبة للجيش يعني أنا فخورة جدا جدا بالجيش عمله، ما قصروش معانا في اي حاجه، بياخدوا الاولاد من ايديهم يدخلوهم لحد فوق، واللي هم عايزينه كله عملوه، وكفايه كمان الحفله اللي هم عملوها فرحوا الاولاد بيها جدا جدا. شكرا قوي، شكرا، اشكر سياده الرئيس واشكر الجيش وتحيا مصر. طبعا بشكر القياده السياسيه، بشكر الجيش المصري، اهتم باولادنا، والتجنيد كان سهل جدا، كل حاجه كانت في مكان واحد، وربنا يخلي لنا جيشنا المصري العظيم خير أجناد الأرض. أنا فرحان، أنا مكسور تحت مصر.